القضية الأخرى، كنت قد أرتب ذاك الأسبوع مظلومية أم عمر اللي بالعظمية، اللي واحد من أولاد الحرام طالب منها 75 ورقة حتى يجيب ولدها لأن عطى قرار بإعادة المحاكمة بالرصافة وما انطته وأجل المحاكمة. هكذا كانت المرأة تدعي. في صراحة موقف نبيل، أحيي بإكبار واحترام عالي للسيد وزير العدل على هذا الموقف اللي أمر بأن ينقل أبنائها من سجن الحوت إلى بغداد. شوفوا يعني أنا انتقدت السيد وزير العدل على ما كان يجري بالسجون وعلى قصة اللي بالتاجي، لكن كل موقف إلى تقييماته. بهذا معالي الوزير أنا أشكرك وأتمنى أن نتواصل بهذه القضية، نتواصل بالسلب وبالإيجاب، وأن نتقبل بعضنا البعض. سيد سالار، هذا موقف يحسب إليك، وهذا برنامج ومقاطع، بعد ماكو واحد يكتب التاريخ مثل ما هو. هذا يجوز احنا نروح بعد 100 سنة يطلعون المقطع يقال انه السيد سالار انصف مظلومين بالسجن واوقف حالة ابتزاز. انطوني ام عمر. ام عمر شلونك؟ السلام عليكم استاذ. حياك السلام الله. عليكم استاذ. حياك الله ام عمر. ام عمر يعني احنا وردنا اتصال من مكتب السيد الوزير واطلعونا انه انت قابلت السيد الوزير، احكي لنا شنو اللي صار معك. والله استاذ اتصلوا بي من مكتب السيد الوزير المحترم وحددوا لي وقت هم اتصلوا بينا يا يعني. عمر وطيناهم رقم تليفونك واتصلوا بي. نعم 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 اي نعم حضرتكم اتصلتوا وبلغتوني. ايش قالت السيد الوزير؟ استاذ والله انا يعني كلش اشكرك، يعني اشكر الله اول شيء، والله ما اعرف شو احكي وياك من فرحتي يعني من سعادتي، الحمد لله والشكر. يعني اكو ناس طيبين وخيرين استاذ مثل حضرتك، واللي شفته من السيد الوزير عند مقابله السيد الوزير المحترم. نعم. يعني نعم. شفت استاذ فتشي يعني والله اني يعني متفاجئه على الـ الـ على الـ الانسانيه اللي عنده، على الانسانيه اللي عنده. يعني اعتبرني امه او اخته او يعني، واني اعتبر يعني ماكو يعني كلافه انه هو السيد الوزير واني مواطنه. يعني حسسني بالامان، حسسني بالطمانينه. يعني الله ان شاء الله يجازي كل الخير، الله يرضى عليه بالدنيا والاخره، الله يوفقك سيد الوزير. يعني اني غيرت نفسيتي من انسانه كنت يعني شبه معدمه وشبه يعني مثل الميتة والله استاذ، بس هو عباك احيا الروح بي. شنو القرار اللي اخذه؟ والله استاذ السيد الوزير يعني اتخذ اجراء ان شاء الله يعني يجيبهم الولدي يعني، ويعني رفض مبدأ انه هذا الابتزاز، يعني رافضة قطعا هذا المبدأ انه اكو اشخاص يبتزون يعني مواطنين. أي. عراقيين. أي. ويعني يطلبون من عندهم اموال، فاني يعني الحمد لله والشكر يعني كلش ماشي. كلش ام عمر نعم. معالي الوزير، انا ايضا اكرر شكري وتقديري، وانا عن طريق السيدة اسراء هذا المقطع القناة ملزمة راح ترسلك إياه إلك وإلى كل السادة الوزراء والمسؤولين. شوفوا المواطن لما يطب إلى مكاتبكم ولما المواطن تقدمون له خدمة حقيقية سوف يصبح رسولا أمينا ورسول سلام بأن ينقل الصورة الحسنة التي يتمناها والتي تقدمونها حينما تلتقون بالمواطنين. وهذا اللي أنا سنين أصرخ من أجله، زين أصرخ من أجل خدمة الناس، وأن نتعود جميعا شلون من نخدم الناس، شلون نرضي الله أولا ونرضي المسؤولية ونرضي ضمائرنا. هذا النموذج اللي احنا مرات الولد يهددوننا عليه ومرات يشيلوننا جنتنا ونطلع بابا، مو بهاي الطريقة تبنى الدول، ومو بهذه الطريقة يكون الرأي والرأي الآخر. كذلك يا أم عمر أقدم شكري وتقديري واحترامي إلى السيد رئيس مجلس القضاء
الأعلى الأخ العزيز الأستاذ فائق زيدان وإلى مكتبه الخاص ومكتبه الإعلامي، لأنهم أيضا يا أم عمر اتصلوا بي وهم أيضا يحدثون فيتصلون بك ليحددوا موعد مقابلة. المبتزين واللي ينتجون هنا وهنا يردون يظلموا العراقيين، والله أنا بما أستطيع، أنا بما أستطيع، أنا لا أمتلك إلا هذه المنصة الشريفة التي أطل عليها إلى الناس وإلى المسؤولين، وإن شاء الله ننتظر محاكمة ولدك وكل ذي حق يأخذ حقه. شكرا أم عمر. ويا أسراء لا تنسين هذا المقطع، تدزون السيد الوزير مباشرة، تدزون المكتب الإعلامي، لأنه أنا هكذا أتعامل، الأبيض أقول عليه أبيض والأسود أقول عليه أسود، وأتعامل مع المواقف.